بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يروج البعض لنظرية التطور حتى وصل بهم الحال إلى أن يقولوا إنها أصبحت حقيقة علمية. والعجيب أيها الأحبة أنك في كل أبحاث التطور لا تجد عالمين يتفقان على شيء واحد. يعني خذوا على سبيل المثال، ما هو أصل الإنسان؟ هناك عشرات النظريات التي تقترح أن الإنسان كان في أفريقيا، ثم قالوا إنه نشأ في أوروبا، ثم قالوا إن عمره مثلا 1,000,000 سنة، ثم قالوا 250,000 سنة، ومنهم من يقول أكثر من 1,000,000، ومنهم من يقول إن أصله قرد، ومنهم من يقول هو شبيه بالقرد أصل الإنسان. لذلك لا تجد أي عالمين يتفقان على نظرية واحدة. الشيء الثاني، حتى هذه اللحظة لم يستطع أحد أن يثبت لنا وجود التطور في تجربة عملية. حتى الفيروسات التي تتكاثر في المخبر، هناك قاموا بتجربة وجعلوا بعض أنواع البكتيريا أو الفيروسات تتكاثر لعشرات الآلاف من الأجيال، ونتجت أنواع جديدة، ولكن بقيت البكتيريا بكتيريا والفيروس فيروس، ولم يحدث أن تحول هذا الكائن وحيد الخلية مثلا مثل البكتيريا وحيدة الخلية إلى كائن متعدد الخلايا، لم يحدث ذلك. الشيء الثالث أيها الأحبة، كل الحفريات تدل على أن المخلوقات نشأت فجأة، والنباتات نشأت فجأة. حتى في بحث علمي جديد نشر مؤخرا من قبل أكثر من 10 جامعات عالمية شاركوا فيه، وأثبت علماء من بين هذه الجامعات في الصين أن الحشرات نشأت قبل بحدود 500,000,000 عام، أحيانا قبل النباتات، وهذا يناقض نظرية التطور التي تقول إن النباتات نشأت أولا ثم بقية المخلوقات. فالحشرات مثل البعوضة والذبابة متطورة جدا، يعني اليعسوب مثلا على درجة عالية جدا جدا من التطور. كيف يمكن لهذه الحشرات أن تتطور خلال زمن قصير وينشأ لها أجنحة وينشأ في عيونها ما يسمى بالأعين المركبة؟ تجد أن الذبابة لها آلاف الأعين المركبة تعمل أفضل من الكاميرات الاحترافية. سرعة طيران الذبابة مذهلة، تتخذ القرار بسرعة تتفوق على الكمبيوتر. طب هذا التطور متى حدث؟ لا أحد يعلم. كل هذا أيها الأحبة يشهد بأن هذه النظرية غير صحيحة علميا. لذلك الله تبارك وتعالى قال: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. صدق الله العظيم.